سكون كهيئته الهادئة وكلماته المنمقة وإنسانيته الفضفاضة، رحل تاركا وراءه إرثا ثقافيا كبيرا. إنه مكاوي سعيد، الأديب والكاتب الكبير الذي توفي أمس عن عمر ناهز 61 عاما. مكاوي المولود في القاهرة عام 1956 بدأ رحلته مع الكتابة أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وكان حينها مهتما بكتابة الشعر العامي والفصيح، ونشرت عدة قصائد له في مجلة صوت الجامعة وغيرها، كما كانت له أنشطة دائمة في الندوات الثقافية بالجامعة حتى حصل على لقب شاعر الجامعة عام 1979. البداية مع رواية فئران السفينة، وبعدها أصدر مجموعته الثانية حالة رومانسية، ثم أعيد طبع رواية فئران السفينة عام 1996، ثم أصدر المجموعة القصصية الثالثة راكبة المقعد الخلفي عام 2000، ثم صدرت له المجموعة القصصية الرابعة ليكن في علم الجميع سأظل هكذا عام 2004، وقد رشح لجائزة البوكر الأولى وهي الأهم عربيا على مستوى الأدب عن روايته تغريدة البجعة عام 2007، وحاز جائزة الدولة التشجيعية في العام التالي. الموت لم يكن بمعزل عنه، فمجموعته القصصية البهجة تحزم حقائبها صورت الموت الذي يطارد الجميع في مجموعة قصصية، وفي عام صدورها عام 2015 صدر له أيضا رواية أن تحبك جيهان في 700 صفحة، وهي الأطول بين أعماله.